إذن نبدأ مشوار صباح العربية لهذا اليوم، فنسخة طبق الأصل هي فكرة المتحف المزور الذي أطلقته فنانة نمساوية منذ عقدين في فيينا. فكرة المعرض تقوم على نسخ الأعمال المعروفة وعرضها للبيع على أنها مزيفة. الزميل محمد العرب زار المتحف في فيينا وعاد لنا بالتقرير التالي. المزورون الطيبون يعترفون بأن متحفهم مزور، لكنهم يفتخرون بلمستهم الفنية. رافقونا لنتعرف عليهم. نسخة طبق الأصل وأرخص بكثير من سعر الأصل، مقولة تجسد فكرة المتحف المزور الذي أطلقته الفنانة النمساوية ماري منذ عقدين من الزمن في العاصمة فيينا، وجمعت فيه اللوحات المزورة لتعرضها للبيع بريشة رسامين غابت توقيعاتهم عن أعمالهم. فكرة المتحف ببساطة أننا نقوم بنسخ الأعمال المعروفة ونعرضها للبيع على أنها لوحات مزيفة. التزوير في متحف ماري له بعد آخر، فهم لا يكتفون بنسخ صور كبار الفنانين، بل يحاولون أخذ طريقة الرسم ويجسدونها في لوحات مبتكرة تحمل روح المدارس الفنية الكبيرة. أنا من عشاق مدرسة بيكاسو. هذه اللوحات لم يرسمها بيكاسو، لكنها تشبه رسمه. يحتفظ هذا المتحف بنسخة من كل الأعمال الفنية الخالدة. إنه يبحر بنا عبر الزمن. هذه الرسائل لم يكتبها هتلر يوماً، إلا إنها بيعت إلى إحدى المجلات الأوروبية في عملية نصب بمبلغ 6 ملايين يورو، لينتهي بها المطاف في متحف المزورين، حيث يطلع عليها الزوار مقابل 4 يورو فقط. لم يذكر التاريخ أن لهتلر رسائل حب، لكن أحد المزورين البارعين استطاع أن يخدع مجلة أوروبية ويبيعها كرسائل مزورة، منحوها لنا في نهاية الأمر. المتحف تقصده أفواج السياح القاصدين لليالي الأنس في فيينا، فقد أصبح على الخارطة السياحية كمعلم يختلط فيه الفن بالغرابة. من العاصمة النمساوية فيينا، محمد العرب، العربية.